أهلا بكم. بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 280 مليون شخص غادروا بلدانهم للبحث عن الأمن والكرامة وحياة أفضل، مبينة أن طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر تزايدت في الآونة الأخيرة، إذ فقد ما لا يقل عن 51 ألف مهاجر حياتهم واختفى آلاف آخرون على مدى السنوات الثمان الماضية. فيما يخص الشأن العراقي والهجرة والتهجير، عنوان حلقتنا هذا اليوم، يرى مراقبون عراقيون أن الحكومات والأحزاب في العراق منذ احتلال العراق مسؤولة بشكل مباشر عن هجرة العراقيين في الداخل والخارج وتحملهم المخاطر، حيث لم تتوقف هجرة العراقيين إلى الخارج فقط، بل إن هناك هجرة وتهجيرا قسريا داخل العراق بدوافع طائفية سعيا للتغيير الديموغرافي، وكذلك هناك هجرة من الريف إلى المدينة بسبب شح المياه والوضع الاقتصادي المتردي. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على واقع التهجير في العراق وأسبابه بالتزامن مع ذكرى اليوم الدولي للمهاجرين. سيكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ شاخو القرداغي، الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والدراسات والاستشارات. مرحبا بك أستاذ شاخو. مرحبا دكتور. وأيضا الأستاذ محمد جواد فارس، الباحث والكاتب السياسي في عبر الهاتف. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم ضيفي الكريمين. إذا مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 280 مليون شخص غادروا بلدانهم للبحث عن الأمن والكرامة وحياة أفضل، مبينة أن طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر تزايدت في الآونة الأخيرة، إذ فقد ما لا يقل عن 51 ألف مهاجر حياتهم واختفى آلاف آخرون على مدى السنوات الثمان الماضية. من بين اللاجئين حول العالم، اضطر ملايين العراقيين إلى الهجرة من بلدهم بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاضطهاد والظلم والطائفية، وما زالوا يعيشون في ظروف صعبة مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل. إلا أن ثمة مخاطر كثيرة وكبيرة تواجه العراقيين في رحلة الهجرة، سواء في البر أو البحر، لكنهم يصرون على هذه الرحلة المحفوفة بالمجهول والتي قد تنتهي بالغرق أو الموت جوعاً وسط الغابات الشاسعة. ورغم تلك الصعوبات، فإنهم يجازفون بأرواحهم وعوائلهم فراراً من الوضع المأساوي في العراق الذي لم يعد صالحاً للعيش. شريحة الشباب هم الأكثر تفكيراً بالهجرة، فقد أصبح حلماً لا يفارق الكثير من العراقيين، وفقاً للجنة الإسكوا الأممية، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد وتراجع المستوى الأمني والاقتصادي وهيمنة الأحزاب السياسية على مقدرات البلد وعمليات القتل والاعتقال والتصفيات التي تقودها الميليشيات المسلحة وغياب أفق واضح لحل هذه المشاكل. لم تتوقف هجرة العراقيين إلى الخارج فقط، بل إن هناك هجرة وتهجيرا قسريا داخل البلد بدوافع طائفية سعيا للتغيير الديموغرافي، وهجرة من الريف إلى المدينة كذلك بسبب شح المياه والوضع الاقتصادي المتردي. الحكومات والأحزاب العراقية مسؤولة بشكل مباشر عن هجرة العراقيين في الداخل والخارج وتحملهم مخاطر كبيرة في سبيل الوصول إلى مناطق آمنة والبحث عن حياة أفضل، فيما يرى مراقبون أن استمرار الطبقة السياسية الحالية ومساعي الأحزاب للتناوب على السلطة سيؤدي إلى استمرار الهجرة بشكل أكبر. أبدأ معك أستاذ شاغو القرداغي ضيفي في الاستوديو. رغم أن العراق بلد نفطي غني، ولكن أصبح هذا البلد غير صالح للعيش بعد احتلال العراق، وإلى الآن أكثر من 19 سنة وأعداد المهاجرين في ازدياد بالملايين. يا ترى ما هي الأسباب السياسية والأمنية التي دفعت بأعداد الهجرة أو المهاجرين للازدياد بهذه الأعداد الضخمة التي تقدر بالملايين؟
مرحبا بك دكتور سمير، تحياتي لك وللمشاهدين والضيف الكريم. حياك الله. حقيقة بعد يعني 2003 كان هناك موجات للهجرة بشكل كبير، وكان هناك هجرة مستمرة، يعني كل سنة هناك هجرة مستمرة، ولكن الموجات الرئيسية كانت في عام 2003 مع الدخول الأمريكي، وثانيا مع الحرب الطائفية التي حصلت وأصبح هناك موجة ثانية، وثالثا رأينا مع الحرب على داعش ودخوله المناطق المحافظات العراقية عام 2014. خلال هذه الموجات كان هناك عداد كبيرة من العراقيين تسببت الأحداث السياسية والأمنية بهجرتهم وبحثهم عن مكان أفضل خارج العراق نتيجة للكثير من العوامل والفواعل، أبرزها لم يتم تشكيل دولة حقيقية داخل العراق، يعني لم يتم تأسيس أجهزة أمنية قادرة على بسط الأمن. بعكس ذلك يعني منذ بدء العهد الجديد رأينا تأسيس ميليشيات كانت تقوم بعمليات انتقامية، كانت تقوم باستهداف الكوادر والنخب والناشطين والعلماء، يعني مع بداية 2003 و2004 كانت يوميا يتم تسجيل مقتل الكثير من الأطباء، الكثير من العلماء، وبالتالي كأنه كان هناك عمل ممنهج لدفع هؤلاء الكفاءات إلى الهروب والخروج من العراق، ولم يكن هناك بيئة أمنية قادرة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين بصورة يعني محايدة وبصورة متساوية، بعيدا عن الازدواجية، بعيدا عن الخضوع لإرادات حزبية وميليشياوية وفصائلية. بالتالي هذه البيئة تسبب بخروج المواطنين للبحث عن بيئة أفضل سواء في المنطقة أو سواء في الدول العالم، والتي كانوا يعني شكلوا نعمة لهذه الدول. يعني نرى أن العراقي دائما في الدول العالم يبدع ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات والإنجازات في هذه الدول، بينما لا يرى في العراق البيئة المناسبة التي تحتويه. هذا على الجانب السياسي. على الجانب الاقتصادي طبعا دولة غنية لديها الكثير من الموارد والإمكانيات، ولكن على الرغم من ذلك لم يتم توزيع هذه الثروات بصورة عادلة. يعني هذا السبب من الممكن أن يكون من الدوافع الرئيسية التي تدفع شرائح كثيرة من المواطنين، عوائل كثيرة، بالتفكير إلى الهجرة للبحث عن مستقبل أفضل. إضافة إلى أن غياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة أدى إلى انتشار البطالة بشكل كبير، وهذا الأمر دفع الكثير من الشباب، يعني أعداد بالآلاف نتحدث، عن أن يبحثوا عن بيئة أخرى، يعني لا يستطيعون أن يشعروا أن هذا الوطن أو هذه الدولة تقوم باتخاذ سياسات قد تحتويهم أو يكون لديهم مستقبل معروف. يعني نحن نرى أن هناك من يطمح لإكمال دراسته لأنه سوف يتعين ويتخرج ويكون لديه فرصة لبناء مستقبله في العراق. هذا الأمر غير موجود. لا يوجد فرصة لبناء المستقبل، وبالتالي يشعر أن الأبواب مغلقة أمامه، ويرى أن الهجرة هو الطريق الوحيد للبحث عن المستقبل الأفضل. وللأسف يعني خلال هذه الموجات المستمرة التي قلت يعني تحدثت عنها، ثلاث موجات رئيسية، بعد كل موجة هناك وعود رسمية بأنه سيتم معالجة الأمر وسيتم بناء بيئة جاذبة للعراقيين حتى يعودوا إلى بلدانهم، ورغم ذلك لا يتم تنفيذ هذه الوعود. يعني هذه الوعود يقتصر على اليوم العالمي للمهجرين، يتم إطلاق مجموعة من التصريحات البراقة الجميلة الذي يفرح جميع العراقيين، ولكن ليوم واحد، اليوم التالي لا الآن يوجد. أصبح عذرا أستاذ شاهو، الآن أصبح هدف الشاب العراقي، فرحة الشاب العراقي، أن يكون عنده أمل بأنه سوف يغادر هذا البلد، هذا البلد الذي لم يجد فيه كرامته، لم يجد فيه فرصة عمل له، لم يشعر أنه منتمي لهذا البلد منذ عام 2003 وإلى الآن. طموح الشاب العراقي طبعا بعد كل ساحات تظاهر، بعد كل تظاهرات، وبعد كل عمليات قتل، وبعد كل اعتقالات وتغييب، يصبح الهدف أكثر ترسيخا في أذهان الشباب، وهو الخروج والهروب من هذا البلد. دعني فقط أرحب بالأستاذ محمد جواد فارس. أستاذ محمد، مرحبا بك مرة أخرى. عندما يكون طموح الشاب العراقي هو الهجرة من هذا البلد، البلد الغني بموارده النفطية، البلد الغني بموارده البشرية، ولكنه فقير بإشعار المواطن بكرامته، كيف تنظر إلى تداعيات ذلك؟ هناك تداعيات جمة في هذا المجال، لأنه الهجرة تمت بما قاله
ضيفكم الكريم على 3 مراحل هي عددها بشكل جيد، وأعتقد أن الهجرة التي يأمل الشباب هو طموحهم لإيجاد فرص عمل مناسبة وكرامة إنسانية يعيشوا فيها، خاصة وأن الاحتلال ومن جاء مع الاحتلال هم الذين هجروا الكثير وقتلوا الكثير من الناس الذين كانوا متواجدين في هذا الوطن وهو وطنهم وأرضهم وأرض الأجداد. بالنسبة للي حدث بعد 2003 أن هناك هذه الهجرة التي تمت صارت هجرة بدفع إيراني أمريكي من أجل التخلص من الأدمغة العلمية، ولذلك قتلوا الشباب من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، إضافة إلى من دافع عن الوطن في الحرب العراقية الإيرانية. كل هذه التداعيات هي التي جعلت من الشباب أن يكونوا مؤهلين للهجرة من هذا الوطن. وطننا غني بثرواته المعدنية وثرواته الاقتصادية، حيث كانت هناك الزراعة والصناعة وغيرها، ولكن للأسف كل هذه الأمور دمرت، ولذلك تجد أن شباب العراق لم يجدوا أي متنفس من أجل أن يقيموا في هذا البلد وهم جادين بخدمة هذا البلد، لكن للأسف تهددهم الميليشيات بالقتل والنفي، وحتى أنه اتخذوا أساليب غريبة بحيث أنهم كانوا يهددون الأستاذ الجامعي أو الطبيب أو المهندس أنه إذا ما تخرج فنحن سوف نأخذ أطفالك. ولذلك الناس فكرت جيدا إلى متى يكون هذا العراق بهذه الشكل الذي هم تصوروه أن يكون عراقا آخر. الآن أستاذ محمد، يعني العراق وما وصل إليه الحال من فوضى في جميع المجالات وتحطيم للبنى التحتية، يعني تهجير النخب والكفاءات وأيضا اغتيال العلماء في بداية أيام الاحتلال، هل هذا الهدف الذي وصل إليه العراق الآن من ضياع فرص العمل، من تحطيم للصناعة، تحطيم للزراعة، تحطيم للواقع التعليمي والصحي، هل الآن يجني العراقيون هذه الثمار التي جاءت من الجحيم من احتلال الأمريكي الإيراني للعراق؟ هل ترى أن هذه المرحلة تمثل الانعكاس الحقيقي أو الأهداف الحقيقية لما مضى؟ هي مرحلة حصر ظلامي بالنسبة للعراقيين، لأنه الكفاءات التي كانت متواجدة في العراق من أطباء ومهندسين وعلماء كانوا هم طليعة هذا المجتمع وهم بناة المستقبل، ولكن للأسف شردوا وقتلوا، وكلنا نعرف ما جرى مثلا على سبيل المثال وهو قضية أنه العلماء الذين قتلوا في بيوتهم بسبب من إعطاء عناوينهم من قبل جهات أجنبية، كلفت هذه الميليشيات بقتلهم واغتيال عوائلهم. حتى للأسف يعني أنه العراقيين ذاقوا ذرعا بتواجدهم في وطنهم، ولذلك وجدوا أن فرصة الخروج من هذا الوطن والحفاظ على حياتهم لحين ما تنتهي هذه المأساة وتنتهي هذه الوضعية السيئة التي جاء بها الاحتلال والإيرانيين من أجل تدمير العراق. العراق كان عراقا جيدا، عراق خير وبركة، عراق يتعايش فيه كل الطوائف والأقليات والقوميات، لا فرق بين هذا وذاك. للأسف جعلوا شرخا كبيرا طائفيا متنا في هذا الاتجاه. للأسف الشديد أن العراقيين أصبحوا في هذا الوضع الذي لا يطاق.
نعم، العراقيون معروفون يعني موارد بشرية نوعية، يعني ظهرت انعكاسات هذه الهجرة على دول العالم الغربي، في أوروبا، في أمريكا، في كندا. العراقيون لهم الدور الفاعل في جميع المجالات العلمية والصحية والتوعوية وحتى الصناعية. إذا مشاهدينا الكرام، نكمل الحوار بعد فاصل قصير، كونوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعب. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على موضوع المهاجرين والهجرة من العراق. أستاذ شاهو، يعني بالعودة إليكم، أكثر من 6,500,000 مهاجر خارج العراق بحسب إحصاءات من مصادر مختلفة، ولكن عندما نرجع إلى المصادر الحكومية تتكتم على الأعداد، عندما ربما هي تتكتم عندما تقول وزارة الهجرة والمهجرين إننا لا نملك قاعدة بيانات دقيقة بأعداد اللاجئين أو أعداد المهاجرين خارج العراق، مع العلم أنها تملك دائرة جوازات، تملك ملفات تختص بالمهاجرين أو المسافرين خارج العراق. بما تفسر ذلك؟ المفترض أن يكون هناك يعني للدولة والحكومة معلومات كاملة عن هذه هؤلاء المهجرين، وخاصة كما تفضلت يعني هؤلاء في الخارج أيضا لديهم معاملات، لديهم تواصل مع القنصليات أو السفارات العراقية، وبالتالي ليس من الصعب معرفة ذلك. يعني من المفترض أن يكون الرقم على الأقل هناك، يكون هناك رقم تقريبي، أو لو كان فعلا حقيقيا أن الوزارة، وزارة الهجرة والمهجرين أو الحكومة العراقية ليست لديها معلومات كافية عن أعداد المهجرين خارج العراق، فهذا يعني يجسد الفشل الذي يشمل كافة يعني مجالات الدولة العراقية. هل هو فشل فعلا أم أن هناك فعلا استراتيجية حقيقية للتكتم على هذا الموضوع، باعتبار أن هذا الشيء هو سلبي على كل الحكومات وعلى نظام المحاصصة الموجود؟ طبعا هذا إذا هم أعلنوا الأرقام حتى لو التقريبية وليس الحقيقية، فهذا يعني يشكل حرج كبير عليهم داخل المحافل الدولية، لأنهم كما يعلم الجميع يحاولون أن يؤسسوا لنظرية جديدة بأن هناك عهد جديد، هناك حكومات جديدة تؤسس لتحول العراق إلى وسيط إقليمي، إلى دولة مستقرة، إلى بيئة جاذبة للطاقات، انتهاء البيئة الطاردة التي كانت تطرد الكفاءات. ولكن على العكس من ذلك، يعني خلال العام الماضي هناك حديث عن 50,000 يعني شخص هرب أيضا من العراق ويبحث عن مستقبل أفضل. 50,000 وأنت ليس لديك أي مشاكل أمنية، ليس لديك أي مشاكل اقتصادية. هؤلاء الذين خرجوا من العراق لم يلاقوا جنة، وإنما لاقوا بحارا ولاقوا غابات ولاقوا موت ولاقوا برد وتجمد، يعني كل هذه الظروف هم واجهوها من أجل الهروب من واقعهم في العراق. تماما. لماذا يدفع يعني يقبل المواطن بالتضحية بروحه والقبول بكل هذه المجازفات الخطيرة الذي يؤدي غالبا إلى غرقه في البحار فقط للهروب، فقط للبحث عن بيئة أفضل؟ يعني هذا الأمر ليس مقتصر فقط على الجانب الأمني، يعني عندما نرى أن الأرقام يشمل حتى إقليم كردستان العراق،
ندرك أن الأمر يتعلق بالفساد، يتعلق بالغياب الحوكمة، غياب الشفافية، غياب الحكم الرشيد، شعور المواطن بأن هناك يعني لا مساواة في توزيع الثروات. لأنه لو كانت العراق يعني لو كان العراق اليوم لا تمتلك الثروات الكافية لكان المواطن يصبر على ذلك وينتظر لعله يكون هناك مخرج قريب، ولكن عندما يرى بعينه أن هناك طبقية، هناك طبقة المسؤولين، أقربائهم، قادة الفصائل، قادة الجماعات المسلحة، المقربين من المسؤولين يعيشون برفاهية وكل يوم في دولة ولديهم مليارات الدولارات، بينما المواطن العادي لا يجد لقمة العيش. هنا يشعر أن هناك اختلال في الموازين، وبالتالي يدفعه هذا إلى الهروب وإلى القبول بأن يركب يعني يركب أكثر من 40 شخص في قارب صغير في البحار فقط للبحث عن بيئة أفضل. نعم أستاذ محمد جواد، هناك قصة لشاب عراقي يقول، طبعا هي قصة مؤثرة، يقول لا تستطيع أن تعيش في هذا البلد دون أن تدفع. يعني هذا يدفعنا للتساؤل، يعني العراق ليس ببعيد عن الدول، دول الخليج المجاورة له، هل هناك لعنة في العراق بحيث أن المواطن العراقي يكره أن يبقى في بلده ويحلم بالهجرة إلى خارج البلاد في أوروبا وغيرها، مثل في حين أن هذه الدول، دول الخليج المجاورة للعراق التي تتمتع بنفس موارده النفطية، بنفس موارده البشرية، ولكن ليس فيها موارد أخرى وعناصر أخرى كالزراعة وإلى آخره. ماذا في العراق؟ هل الحكومات هي السبب فقط؟ هو السبب بالتأكيد هذه الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال هي اللي جعلت من هذه الظاهرة ظاهرة الدفع، أنه لا يمكن تعيين الشاب في وظيفة وهو يحمل شهادة إذا ما يدفع رشا للمسؤولين والذين يأخذون هذه الرشا إلى مسائلهم الآخرين من أجل منح هذا الشاب الذي هو من حقه. وحسب ما كان سابقا في الأنظمة القديمة إذا كان في أيام نور السعيد ولا عبد الكريم قاسم ولا الآخرين هناك وزارة تخطيط تضع نسبة معينة في التخصصات المهنية والعلمية لكل طالب ينهي دراسته الجامعية، حتى أن الشباب العراقي ولذلك التجأوا إلى هذا الهجرة هي ليست برغبة من عندهم أكثر مما هو حرصا على حياتهم ولقمة عيشهم، ولذلك يكون هناك عدد غير قليل من المهاجرين الذين هاجروا. وهناك تقرير لرئيس منظمة لوتكا المهتمة بشؤون المهاجرين يقول أن العام الجاري شهد خروج أكثر من 40,000 من العراق، غالبيتهم الساحقة من كردستان. فتصور الأمر هكذا، حتى أن من يقول أن كردستان هي آمنة وكذا، لكن هناك سيطرة لحزبين كرديين هما متقاسمين. هذا التواجد اللي يأهلهم بأنه تكون لديهم المال والجاه وغيرها، هم مسيطرين، عائلة البرزاني والطلباني. إلى متى يبقى العراق بهذا الشكل؟ ولذلك يجب أن نكون حذرين من أن هذا الوضع الحالي لا يمكن القبول به، وعلى منتفضي تشرين أن يكرروا عملية المطالبة بأنه يريد وطن، والوطن هو عبارة عن الجذور التاريخية لهذا الابن وذيك الأم وهذا الأب. ولذلك أن العراق يجب أن يبقى عراقا له الوجهة التاريخية، عراق الرافدين، عراق الحضارات القديمة، كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لكنهم دنسوا هذه العملية بتواجد إيراني وميليشياوي وقتل ونهب وسلب. هل تعلم أن حتى الذي يرغب بالذهاب للجوء
هناك شبكات شبكات ابتزاز لمواطنين عراقيين وهم عراقيين بالذات. هذه الشبكات تريد منهم مبالغ من أجل إيصالهم إلى البلد الفلاني، وكذلك أنه نعلم جيدا ما جرى للاجئين الذين ذهبوا إلى بيلاروسيا وبقوا خارج الحدود، منهم من قضى نحبه ومنهم من يعني رجع إلى العراق مضطرا بسبب من أنه هناك عدم قبولهم بالنسبة للدول الأوروبية. هي بولندا كانت ترمي وتجهز إطلاق نار على كل من يعبر الحدود البولونية عن طريق بيلاروسيا. نعم أستاذ. كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، أنه المواطن العراقي يصل إلى البلد المعين. هذه الكفاءات العراقية الموجودة في الخارج كفاءات عظيمة تقلد أوسمة، أنهم فرطوا فيها. في لندن هناك استشاريين من الأطباء العراقيين، هناك ناس أكفاء، لماذا هذا؟ نعم أستاذ محمد، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ شهو، هناك مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا يثير مخاوف الإعادة القسرية للاجئين ومن ضمنهم اللاجئين العراقيين. هناك تخوفات من اللاجئين الهاربين من بلدهم العراق نتيجة نظام المحاصصة القمعي وممارساته ونتيجة الفساد ونتيجة التردي الاقتصادي إلى آخره. هربوا من أجل الحصول على الاستقرار والحصول على جنسية البلد الآخر، وبالتالي الحصول على حقوقهم كبشر. هنا يتخوفون من الإعادة القسرية إلى بلدهم مرة أخرى بعد أن تقوم هذه الدول بتقنين عملية الهجرة أو خضوعها لقوانين الإعادة القسرية إلى العراق مرة أخرى. يا ترى ألا يتحمل المجتمع الدولي وخصوصا أوروبا مثلا على سبيل المثال، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ألا يتحمل المجتمع الدولي ما يجري وأعداد اللاجئين والمهاجرين التي تزداد باستمرار؟ طبعا هذه الدول عندما تتورط أو تنخرط في هذه المنظومة السياسية التي تشكلت في العراق، ونرى أن هناك يعني تدخلات أممية، هناك دعم للأطراف السياسية الموجودة في العراق، وبالتالي هذه المنظومة المنحرفة أو المشوهة التي تتأسس سوف يؤدي إلى هروب المواطنين. ولكن حتى مشاركة هذه الدول ضمن هذه التفاعلات السياسية ومنافساتهم الاقتصادية لأخذ المشاريع والسيطرة على المدن عن طريق مشاريعهم، لا يريدون أن يدفعوا ثمن هذه السياسات حتى على الأقل عن طريق استقبال الهاربين من هذه المنظومة القمعية أو الميليشياوية التي تم تأسيسها بمشاركتكم. يعني هم لديهم دور في بناء هذه المنظومة، ولكن لا يريدون أن يتحملوا تبعات هذا الواقع الذي يؤدي إلى هروب الكثير من المواطنين العراقيين. إضافة إلى أن أنا أتوقع حتى الجهات الرسمية في العراق قد تعطي معلومات يعني مغلوطة، قد تريد أن تقنع الأطراف الأخرى أو الأطراف الدولية بأن العراق مستقر ولا يوجد فيه أي أزمات، ومن المفترض أن يعودوا هؤلاء إلى بلدهم كما تفعل الجهات الرسمية في العراق مع النازحين الموجودين في الخيم، عندما تريد أن تغلق المخيمات النزوح دون أن تبني بديل لهذه العوائل حتى لو عادوا إلى يعني منازلهم المدمرة، فقط حتى تعطي إشارة للمجتمع الدولي بأننا انتهينا من ملف النزوح أو ملف النازحين أو وجودهم داخل المخيمات. وبالتالي قد يكون هناك هذه النية أيضا موجودة بأنه حتى لا يكون هناك نظرة سلبية على العراق أو بتواطؤ حتى مع هذه الحكومات بتعاون فيما بينهم، يتم التخلص من هذه الأرقام الكبيرة أو تقليصهم بحجة أن البيئة الذي هربوا منه لم تعد بيئة مهددة، يعني لم تعد بيئة تشكل خطر على المواطنين، لم يعد فيها حرب. وفعليا يعني إذا كان الحرب انتهى ولكن بيئة فيها أكثر من 65 ميليشيا مسلحة، كيف يشعر المواطن يعني بالأمان والاستقرار إلا إذا لم يتدخل أبدا بالأمور السياسية ولم ينتقد ولم يكشف الفساد ولم يطالب بحقوقه؟ إضافة إلى
حتى لو انتهى الحرب والنزاعات، الآن لدينا صفحة أخرى يتم استخدام القضاء كأداة لمعاقبة من ينتقدون، يعني رأينا محاسبة أو الحكم بالسجن على ناشط على تغريدة، الحكم على سياسي مستقل بسبب تغريدة أو بسبب موقف أو بسبب حديث انتقد فيها الوضع السياسي للبلد. وبالتالي يعني تأسيس هذه المنظومة لا يقتصر فقط على السلاح أو السلاح المنفلت، بل يكون هناك تعاون بين هذه الجهات لمعاقبة أي شخص قد يتجرأ وينتقد، سواء ينتقد القضاء، سواء ينتقد قائد ميليشياوي، سواء ينتقد حتى قاسم سليماني أصبح خط أحمر داخل العراق. وبالتالي هذه البيئة لا تعني أنها بيئة مستقرة أو آدت إليها الاستقرار حتى لو انتهى الحرب. يعني نحن الآن مع ذكرى الانتصار على الإرهاب، ولكن نرى أن هناك الكثير من العوامل التي لا تشعر المواطنين بأن هناك فعلا انتصار حقيقي، لا تشعر هؤلاء المواطنين أن هناك تغيير حقيقي على أرض الواقع. ففي ظل هذه المعطيات، إذا كان هناك هذا التوجه فطبعا أنه توجه خاطئ، لأن البيئة المستقرة إلى الآن لم تتشكل، لأنه في حال تشكلت البيئة المستقرة المرجوة فالمواطن لا يحتاج إلى يعني عودة قسرية، يعني هو يرجع إلى وطنه لأنه دائما يشعر بالأمان والاستقرار، وأيضا يستطيع أن يبني نفسه في داخل بلده في ظل الفرص الموجودة. ولكن عندما يشعر بغياب هذه الفرص بلا شك أنه سيبقى سيختار البقاء في الهجرة، حتى لو كان في ظروف قاسية وفي ظروف مؤلمة، وحتى لو فشل في تكوين نفسه ضمان حياته، إلا أنه سيبقى يعني يختار الابتعاد عن هذه البيئة الملوثة إلى أن يعني يعود إلى طبيعته ويختفي عوامل الخوف، عوامل الإرهاب، عوامل العنف، وبالتالي لا يحتاج إلى عودة قسرية، إعادة قسرية. نعم أستاذ محمد، هناك تهجير داخلي داخل العراق بهدف التغيير الديموغرافي، لعل هذا المشروع هو مشروع قد طال أمده بأكثر من 19 سنة من بعد احتلال العراق عام 2003. ترى ما هي الأهداف من هذا التهجير ولمصلحة من؟ هذا التهجير أبسط مثال أريد أتحدث عنه هو جرف الصخر. جرف الصخر هي منطقة يعيش فيها فلاحين ومزارعين وناس كسبة وكادحين من مختلف الطوائف، ولكن الدافع الديموغرافي الذي دفع الميليشيات من أجل تغيير هذا الطابع ومنح آخرين من جهة معينة أو من طائفة معينة هي التي أدت إلى أن يهاجروا، أو بالأحرى هجرة قسرية دخلوا فيها وهجروهم من بلدهم ومن مناطقهم إلى مناطق أخرى، علما بأن الوضع أصبح لا يطاق في هذه المنطقة. جاءوا حتى بعناصر من غير عراقية وهم من إيران، بعد أن منحوهم جنسية عراقية سكنوا في هذه المنطقة جرف الصخر، وأصبحت منطقة بالنسبة لهم فيها سجون ومعتقلات. هذه الميليشيات القمعية هي التي تحكم العراق، وليس هناك حكومة فيها قضاء عادل وفيها حكومة ممكن أن تسير الأمور، لا، سجون، معتقلات، وجود عناصر من هذه الميليشيات هي التي تحكم العراق وهي التي تقول قولها وكلمتها. للأسف أنه العراق أصبح مزرعة من مزارع إيران أو تشكيلة إيرانية على أمريكية، أمريكا تريد النفط العراقي بأي ثمن، وإيران تريد أن توطد العلاقات مع العراق تحت هيمنة هذه الميليشيات، هذه الذيول، من أجل أن يبقى الوضع الاقتصادي في إيران له عامل مساعد داخل المجتمع العراقي، وهي مسألة العملة والدولار والتهريب، وهم الآن يقومون بعمليات خطر على المجتمع العراقي بما فيها مسألة
المخدرات والأسلحة التي تدخل عن طريقهم لهذه الميليشيات. ولذلك أنه أصبحت الهجرة داخل الوطن هجرة هي عقيمة وهي غير إنسانية، لأنه حتى اليوم في إحدى برامجكم هناك شكوى من وجود سلة غذائية، هذه السلة الغذائية تحتوي على إكسباير من الأغذية. هؤلاء هم بشر، هؤلاء هم أبناء الوطن، هؤلاء هم أصحاب الثروة العراقية. لماذا هذه الاستهانة بهم كشعب؟ ولذلك تجدهم ساكنين في مخيمات للجوء. هذه المخيمات يوما تحترق، هذه الخيمة تحترق عدة خيمات، يموت البعض بسبب من عدم توفر الأطباء أو الصحة أو الإشراف الصحي. التعليم هناك أبنائهم يذهبوا إلى مناطق بعيدة عن هذه المخيمات من أجل أن يذهبوا إلى مدارسهم. إلى متى يبقى العراق بهذه الحالة؟ فيجب أن يوضع حل لهذه المشكلة التي تثار دائما. وأنا أقول أنه إذا قرروا إيجاد هذا اليوم للتضامن أو ليوم عالمي من أجل المهجرين، يجب أن توضع أسس مبدئية من أجل إيجاد حلول ناجعة. هذه الحلول هي توفر إمكانية على العراقيين. هذه الحكومة التي تأتي بالوعود بدون تنفيذ، أن تعمل من أجل عودة هؤلاء اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم بعد أن يعاد هذا البيت أو هذا الدار التي سبق وأن سكنها وخربت من قبلهم. نعم أستاذ محمد. أستاذ شاهو، كيف يشعر العراقي المواطن العراقي بالانتماء لبلده وهو يسكن خيمة لا تقيه برد الشتاء ولا تقيه حر الصيف، ومهدد في كيانه، مهدد في هويته، مهدد في أبنائه، مهدد بالاعتقال، مهدد بالقتل، ويريدون منه أن يبقى في العراق؟ يريدون أن يردد يوميا أيضا شعارات الوطن والوطنية، بينما هذه الشعارات الرنانة الجوفاء، الوطن والوطنية، وهو غير حاصل على حقوقه كمواطن، غير حاصل على حقوقه كإنسان. يريدون منه أن يعيش كالبهيمة مكرم العراقي داخل هذه الخيمة، وإلا إن رفض فالسجن مثواه والتغييب والتعذيب. تماما، الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء. يعني يريدون إشغال الناس بالشعارات الوطنية. للأسف لا يمكن إقناع هذا المواطن بكيف يكون منتج، كيف يكون مدافع عن بلده، كيف يكون عنده حس وطني وهو يعني يشعر أنه لا يمتلك شبر واحد من هذا البلد. يعني حتى الأماكن التي تعتبر هي موطن لهؤلاء المواطنين تم احتلالها، تم تحويلها إلى مزارع لزراعة المخدرات، إلى مصانع للأسلحة، إلى مراكز لتدريب المسلحين، وتم طرد هؤلاء المواطنين بالآلاف بمجرد يعني قرار واحد. ولا يمكن أن يعودوا. يعني إذا كان رئيس البرلمان، يعني رئيس أعلى سلطة تشريعية، يتحدث عن استحالة عودتهم أو استحالة دخول أكبر مسؤول داخل الدولة إلى هذه المناطق، فكيف بالمواطن البسيط الفقير المحروم من حقوقه في التعليم، في الصحة، تماماً في كل شيء؟ في كل شيء. وللأسف هذا الأمر لا يمكن أن نؤسس لمواطنة حقيقية وشعور المواطن بأنه مساهم في هذه الدولة. يعني كيف يشعر المواطن أنه مساهم في هذه الدولة عندما يشارك في صنع القرار، عندما يكون يعني لصوته أثر واضح ولرأيه أثر واضح في التغيير، في التغيير السياسي، في الدفع بتغييرات في التفاعلات السياسية داخل البلاد، إضافة إلى أنه عندما يشعر بقيمته. يعني الآن هو يشعر أنه لا قيمة له. وللأسف
يعني المواطن خلال الفترة الأخيرة يشعر أن هناك درجات من المواطنة، المواطن درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، يعني هو يشعر أنه أصبح في الدرجات الأخيرة ولا يستطيع أن يتمتع بشروط المواطنة من التمتع بخيرات البلد، التمتع بالصحة، التمتع بالخدمات. هذه الأمور أصبحت مقتصرة على بعض الشرائح من المواطنين، وللأسف لا يمكن للمواطن الجالس في الخيام أن يتمتع ب هذه الامتيازات. الذي ينظر إلى هذه الخيام يعني يستغرب من أن هذا البلد ينعم بنعمة النفط، هذا الغاز المصاحب الذي يحرق هباء في الهواء، بإمكان لو كانت حكومة مستوردة من الصين مثلا، تمام، مستوردة من الصين، تقوم باستغلال هذا الغاز المصاحب وجعله ثروة يتنعم بها المواطنون. هل هذا الأمر من قلة في العقول في العراق؟ هل العراق يعني ليس فيه عقول لتستثمر هذه الموارد، أم أن هناك قوة غاشمة منذ الاحتلال تعمل على عدم وصول العراق إلى نقطة الصفر ثم النهوض؟ طبعا أولا هذا الأمر ممنهج، يعني مخطط، إضافة إلى السبب الأول الذي تحدثنا عنه، تم طرد جميع الكفاءات، يعني لا يوجد الآن كفاءات. أنت ترى يعني حتى المسؤول الكبير في الدولة لا يستطيع أن يعني يقول جملة مفيدة، وبالتالي هذا الأمر يعني يوضح مدى ضآلة عقول المسؤولين وعدم تفكيرهم في المستقبل، يعني لا يفكر بصورة استراتيجية لبناء الدولة. بعد 20 سنة يأتي الجيل القادم ويترحم على المسؤولين، لا بالعكس، يعني هو يفكر في تحصيل أكبر عدد من الخيرات والامتيازات والمكاسب والأموال، وبعدها يذهب بجوازه الأجنبي ويعيش في دولة أجنبية ويترك هذا الخراب. لهذا الشيء هم لا يكترثون بما يجري على أرض الواقع. وأيضا عقلية رجل الدولة للأسف إلى الآن غائبة عنهم، يعني هناك عقلية عصابات، ورجل العصابة يفكر فقط في مصالحه على حساب مصالح من حوله، على حساب مصالح مجتمعه، وبالتالي هذا الأمر أيضا دفع بالمواطنين إلى الشعور باليأس، وأنه يشعر يعني، وخاصة الشريحة التي تحدثت عنها، يعني الشريحة الموجودة داخل الخيم، يعني في فصل الصيف هناك مشاكل، في الشتاء هناك مشاكل أيضا. يعني أنا أتوقع أن هناك تعمد لعدم معالجة هذا الملف، لأنه يعني وسيلة للربح الكثير من السياسيين والأطراف السياسية الذين يستخدمون هذا الملف لتحصيل الدعم الخارجي. يعني هناك دعم من المنظمات الدولية، من الدول الأخرى، عندما يرون هذا الحال يرسلون الدعم. 5% من هذا الدعم لا يصل إلى المواطن الموجود داخل هذه الخيم، النازح الموجود داخل هذه الخيم، وبالتالي هناك ملف فساد كبير داخل هذا الملف، هذه القضية، وهم يتعمدون أن لا يتم معالجة هذا الملف، لأنه مجموعة آلاف من المواطنين يعيشون في الخيم ولا يؤثرون على الوضع أو الرفاهية الذي تم تحقيقه لهؤلاء من صناع القرار والأحزاب السياسية، وبالتالي هم لا يكترثون. وأيضا لا يوجد، للأسف لا يوجد ضغوطات حقيقية أممية، يعني حتى لو كان هناك تصريحات من بلاسخارد بخصوص معالجة ملف النازحين من الوزراء، من المسؤولين، إلا أنه لا يوجد جدية في معالجة هذا الملف، وبالتالي يبقى كما هو إلى أن يأتي شخصيات أو قيادات داخل البلد لديهم إرادة وطنية شجاعة، يستطيعون أن يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي هنا من الممكن التعويل على تغييرات حقيقية. إلا غير ذلك لا يمكن التعويل على الشعارات والوعود الانتخابية أو الشعارات والوعود التي تنطلق في المناسبات، في المؤتمرات، في الملتقيات. هذه الأمور كلها لتجميل الواقع وليس للتغيير الحقيقي على أرض الواقع، بل هي مجرد وعود يحاولون أن يعني يصنعوا نموذجا مختلفا، صورة مختلفة للعالم الخارجي، وأيضا خداع للمواطن داخل الخيمة أو المواطن البائس الذي لا يستطيع أن يتنعم بالخيرات، يرى واقعه مختلف عن ما يشاهده في التلفاز ويسمعه من تصريحات المسؤولين. وطبعا هذا الأمر يعني لا ينطلي عليه هذه الوعود، لأنه يرى يوميا تهريب النفط، يوميا تهريب السلع، يوميا المتاجرة بالخيرات. كيف يشعر بالانتماء لهذا البلد؟ كيف يشعر بالانتماء؟ لن يشعر بلا شك، لن يشعر، بل يعني يفكر إما بالهروب أو الانتقام من هذه المنظومة التي تسببت بحالة البؤس واليأس. الكثير يتساءل أستاذ شاخو، من الناس يعني من هنا وهناك نسمع هذه الأسئلة في جميع دول العالم، وظيفة الجيش حماية الحدود من الأعداء الخارجيين، في حين أن في العراق تحديدا
وظيفة كل القوات الأمنية والعسكرية هي حماية الأحزاب وحماية السلطة من أجل أن تزداد السلطة ثراء ومن أجل أن يزداد العراقيون فقرا. الكثير يتساءل يقول هل أصبحت بيئة العراق بيئة طاردة للشباب والطاقة الشبابية، طاردة للشباب العراقي الباحث عن الوطن الباحث عن الكرامة؟ هل أصبح العراق مقبرة أحياء؟ أستاذ محمد إليك السؤال، يعني في هذه الحالة ما الحل من وجهة نظرك؟ أنا أجد في الحلول الناجعة وهو الآن لدينا وزراء، هذه الوزراء هؤلاء الوزراء هم معينين من قبل أحزاب بدون أي إمكانية لا في هذا المجال ولا في ذلك المجال، وإنما هم جابتهم الأحزاب ونصبتهم. الحلول الناجعة هي إيجاد مسؤول في هذا التوجه بأن يحل مشاكل اللاجئين ومسألة اللجوء بحلول جيدة، وحتى ينتهي هذا الملف يجب أن تكون الحكومة جادة في إيجاد صيغ معينة، منها إيجاد مناطق سكنية لهم وإعمار بيوتهم والعودة إلى محل سكناهم الأساسي، لأن هذه الوضعية المزرية هي وضعية لا إنسانية. هذه الوضعية هي انتخاص من إنسانية الإنسان. لا يمكن أن يكون الإنسان هكذا، لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس ولا صحة ولا أي شيء متواجد في هذه المخيمات، وإنما هي مخيمات معرضة للحرائق والأمراض المتواجدة فيها، أمراض الصيف والشتاء. يجب أن نضع الحد لهذا البقاء في هذه المخيمات وعودتهم كلهم إلى بيوتهم. أجد هذا هو الحل الصحيح، وأن يكون هناك وزراء لديهم الخبرة ولديهم الإمكانية ولديهم المؤهلات بأن يكونوا جادين في هذا التوجه، لا وزراء يأتون بهم على أساس المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية، هذا يأخذ وذاك يأتي. كلهم مشغولون الآن في مسألة ملء جيوبهم والتوجه إلى شغلاتهم الخاصة بهم، من إيجاد شركات نهب ومسألة الصيرفة وغيرها. شكرا جزيلا أستاذ محمد جواد فارس الباحث والكاتب السياسي. في أقل من دقيقة أستاذ شاخو، العراق في اليوم الدولي للمهاجرين، كيف تنظر إليه في ظل نظام المحاصصة؟ للأسف الهجرة سوف تستمر، ولا يمكن الوثوق بالتعهدات التي أطلقت من قبل المسؤولين في هذا اليوم بأن هناك سيكون معالجات دقيقة، وخاصة أنهم لا يعرفون أصلا أرقام المهجرين الموجودين خارج العراق، وفي ظل عدم وجود معالجات حقيقية تعالج الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والمجتمعي داخل البلاد، لا يمكن التعويل على أي مشروع يقتصر على النظريات ويقتصر على الشعارات. وبالتالي من المؤسف أن نزيف القدرات والكفاءات سوف تستمر إلى أن يحدث تغيير جذري داخل المنظومة السياسية في العراق. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شاخو القرداغي الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات، شكرا ضيفي في الاستوديو. ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد جواد فارس الباحث والكاتب السياسي العراقي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.